بأقدم حي بمدينة سيدي عيسى اسمه ساحة الشهداء، وفي منزل قل ما يقال عليه خرابة مكون من غرفة واحدة ومطبخ وحمام، كانت تسكنه الأرملة محمودي فاطمة مع ابنتها. وبعد حادثة غرق منزلها بسبب الأمطار ونجاتها من الموت المحقق، عقد العزم شباب الحي وجلهم بطال على جمع التبرعات وترميم المنزل، والأكثر من ذلك بشكل وديكور حديث مبهر جدا، وفي ظرف أقل من شهر فقط. جمع غفير من سكان الحي جاء لحضور افتتاح منزل الأرملة وتسليمه لها بحلة جديدة كليا. شان برا واحدة وكيت وصارت جات الحملة تاني المحتين اللي هي أكل، وبعد تعاونوني وليداتي تو الجيران ربي يحفظهم ويسترهم. لقينا حالة ما نقدرش تصورها، ما نقدرش نصور لك الحالة اللي فيها، إلى درجة أني بكيت أنا على جالها، بكيت. بعد كي دخلنا درنا بلون، إحنا في إحنا، مساغر ما كانش، إحنا في إحنا برك، وما كانش ما عندناش بيجي إحنا ماشي جمعية ولا، درنا اليد في اليد، كل واحد دار ديزاين تاعو، درنا الأفصالة كيما راكم شفتوا، خليناها لها سوربريز في مدة شهر. خدمنا الليل والنهار. قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحب الناس، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفعلون الخير. شباب حي ساحة الشهداء المثالي بمدينة سيدي عيسى أعطى درسا للجميع في التضامن ومساعدة المحتاج.